مشاهدينا اهلا بيكم معانا ومساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من انا والناس. النهارده موضوعنا الاساسي في الحلقه عن النفقه. النفقه دي اللي المفروض اما بتحصل مشاكل ما بين الراجل والست ولا قدر الله ينفصلوا، هو طبعا بيبقى مطلوب منه نفقه ليها ونفقه لاولادها او لاولادهم. النفقه بتمثل 80% من دعاوي الاحوال الشخصيه من واقع إحصائيات وزارة العدل. طبعاً النسبة دي بتعكس حجم المعاناة الحقيقية اللي بتعيشها الأم عشان توفر احتياجات أولادها قدام عناد الأب في سداد ما هو المفروض عليه أصلاً شرعاً. نفقات دي نفقات لمراته وأولاده، فده شرعاً مفروض عليه، هو بيعند. هيكون معانا موجود أصحاب مشاكل حقيقية لنفقة، هيحكوا لنا عن المعاناة اللي عاشوها عشان ياخدوا حقهم وحق أولادهم اللي هم لسه لحد دلوقتي ما خدوهوش. وياريت لو أي حد فيكم عنده أي مشكلة بخصوص النفقة كلمونا النهاردة على الأرقام اللي بتنزل قدامكم على الشاشة، أو بعتولنا برضو رسائل على الأرقام اللي هتظهر قدامكم على الشاشة. هيرد على المشاكل النهاردة بخصوص النفقة الدكتور عبد الناصر شحتو، المحامي بالنقد والأسرة والأحوال الشخصية. قبل ما نتكلم عن موضوع النفقة معايا الفقرة الأولى. شباب زي الورد وزي الفل، انتوا عارفين لما بيبقى أي حد من الشباب أو حتى الكبار بيعمل أي عمل خير من مجهوده الشخصي من فلوسه الشخصية بنحب ان احنا نجيبه هنا عشان نقول له شكرا. طبعا كتير منكم سمع عن، خصوصا في مواقع السوشيال ميديا، عن الشباب والبنات اللي بينزلوا الشوارع وبيشوفوا المتسولين اللي موجودين في الشوارع. انا وانت فاكرينهم متسولين، في منهم كتير مش متسولين، في منهم كتير مفقودين، هم مش عارفين يروحوا تاني، مش عارفين يرجعوا بيوتهم تاني. بياخدوهم لو حد فيهم محتاج رعاية طبية بيقدموها له، يعني مش عايز أقول بينظفوهم لأن الكلمة تقيلة، بس يعني بيخلوهم بيهتموا بمظهرهم عشان يرجعوا شكلهم مرة تانية زي ما كان. بينزلوا صورهم قبل وبعد على صفحتهم على الفيسبوك، وعايز أقول لكم أنه في ناس فعلا اتردت لأهلها ورجعوا لأهلها مرة تانية، وفي أم اتعرفت على ابنها من على صورته لما نزلت على الفيسبوك ورجع لها فعلا مرة تانية. والولد ده كان اسمه نور، واعتقد ان كمان والدة نور النهاردة هتكون موجودة معانا في مداخلة تليفونية. هرجع لكم مرة تانية بعد الفاصل، هنشوف الشباب الجامدين الحلوين دول اللي عملوا خير كبير جدا، وبعد الفقرة دي هنشوف فقرة النفقة. عشان كده استنونا، اوعوا تروحوا في اي حته.